بصراحة أنا من الناس بيفتخر بالشعب الجزائري. قصة شعب الجزائر وتضحيته المليون شهيد نحن كنا نغنيها قاسمة بالنازلات الماحقات إلى آخره. نحن أطفال كنا نتعلم في المدارس، والشعب السوداني كان يدعم شعبنا وأخواتنا في الجزائر، الشعب الجزائري، ونحن نفتخر فيكم اليوم للمرحلة اللي وصلتوها لترفع الرأس فعلا. يعني من الدول القليلة الوطن العربي اللي فعلا مشهد لها وترفع القبة عليها. تحية للجزائر ولشعب الجزائر ولبلدنا في الجزائر، والله يحميكم. بصراحة أنا من الناس بيفتخر بالشعب الجزائري. قصة شعب الجزائر وتضحيته المليون شهيد نحن كنا نغنيها قاسمة بالنازلات الماحقات إلى آخره. نحن أطفال كنا نتعلم في المدارس، والشعب السوداني كان يدعم شعبنا وأخواتنا في الجزائر، الشعب الجزائري، ونحن نفتخر فيكم اليوم للمرحلة اللي وصلتوها لترفع الرأس فعلا. يعني من الدول القليلة الوطن العربي اللي فعلا مشهد لها وترفع القبة عليها. تحية للجزائر ولشعب الجزائر ولبلدنا في الجزائر، والله يحميكم.